بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نحن الآن في وادي الحنوى في جبال البيضة بعد الدوار اللي موجود في جبال البيضة، نهاية الطريق المسفلت لمنتزه البري. أنا الآن في هذا المكان لتوثيق قصة عاصرت أحداثها ورأيتها بنفسي قبل 40 عام. نحن اليوم الخميس الرابع من شهر ربيع الثاني عام 1442 للهجرة، وهذه قصة فيها عبرة وعظة أحببت توثيقها لأبنائي وأهلي وأخواني ومن يعرف من المشاركين في القصة، وكذلك لعامة المسلمين، لأن فيها عبرة وعظة. فسبحان الله العظيم، اعتدنا أن نحضر إلى هذا الوادي، وادي الحنوى، وهو من أوجب الأودية في منتزه البيضة، وكان في نهايته هذه ناحية الشمال الوادي كان شلال ماء، إذا جت الأمطار يستمر أكثر من شهر. حضرنا في شهر شعبان تقريبا 1401 للهجرة، وكنت في الأول الثانوي. حضرنا لي النزهة كما اعتدنا أن نحضر لهذا المكان في أوقات متفرقة من السنة، وكان الوقت حر شديد، ولكن سبحان الله هذا المكان في أي وقت يكون أبرد من المدينة المنورة بتقريبا 5 إلى 6 درجات في مختلف الأوقات. يوم الخميس وصلنا الضحى إلى هذا المكان، سوينا غدانا تحت هذه الارتجات كما نسميها في بطن الوادي، وادي الحنوى، تماما في هذا الموضع. وبعد الغداء طبعا المشاركين في الرحلة هو والدي رحمة الله عليه، وعمي عبد العزيز بن زبن، وعمي عبيد الله، وعمي جزا رحمة الله عليهم أجمعين، وسعود بن عبد الله، وسعود بن صالح، عبد الله ولد عمي عبد العزيز رحمة الله عليه، أخوي عبد الرحمن، أخوي هزاع كان صغير كان عمره 6 سنوات. وأذكر الأسماء للجماعة اللي يعرفونهم حتى يكون التوثيق واضح وتكون الأسماء مذكورة في هذه الرحلة. بعد الساعة 2:30 قال عمي عبيد الله بعد ما تغدينا فرشنا دلالنا تحت هذه الشجرة تماما. قال عمي عبيد الله أنا عندي المسجد، هو مؤذن المسجد العباسية، ولا أستطيع أن أتأخر، فأحتاج أنكم تودوني. حنا رغبنا أن نبات في هذا المكان. فعبد الله ولد عمي عبد العزيز رحمة الله عليه وأخوي عبد الرحمن أخذوا عمي عبيد الله بن زبن وودوه للعباسية، وقلنا لهم بلغوا أهلنا أن نبغى نبات، وجيبوا لنا ماء، وجيبوا لنا فراش. وقبل صلاة العصر أخذنا فراشنا إلى هذا المكان، كانت شجرة كبيرة في هذا الموضع ذاهب إليها الآن لصلاة العصر. أنا أحببت توثيق القصة قبل أن تتغير المعالم، لأن المنطقة الآن أصبحت سياحية ويردها كثير من الناس وتطرى عليها تغيرات، فكانت هناك شجرة كبيرة في هذا الموضع مقابلها لهذه الارتجات. وبعد الصلاة أو قبل الصلاة طبعا فرشنا فراشنا في هذا المكان، وقبل الصلاة وحنا نجهز للصلاة قال الوالد رحمة الله عليه يا جماعة إذا صلنا العصر نبي نستغيث. قالوا بسم الله حنا نبي نستغيث إن شاء الله تعالى، وفرشنا فراشنا وصلى فينا عمي عبد العزيز بن زبر رحمة الله عليه. وبعد الصلاة هو متوجه للقبلة، هذا اتجاه القبلة، قال يا جماعة حنا نبي نستغيث، فرفع يديها الله سبحانه وتعالى ودعا الله سبحانه وتعالى واستغاث، ونحن نؤمن خلفه، وطلب منا أن نقلب غترنا، وقلبنا غترنا. وبعد الصلاة اللي راح يسوي القهوة، واللي راح يحطب، واللي راح يتمشى،
والوالد رحمة الله عليه مع أخوي هزاع وسعود بن عبد الله مد الله في عمره راحوا إلى وسط إلى الوادي، نهاية الوادي في الثميلة معروفة اللي أشرنا لها، قالوا يمكن يحفرونها يحصلون شوية ماء. وجلست أنا تماما في هذا المكان على فرشة الصلاة وأطالع إلى هذا الفج من السماء، فإذا سبحان الله بدت سحب بيضاء صغيرة تتجمع، وما أخذت أقل من نصف ساعة حتى صار السحاب والركام يغطي جميع المنطقة. سبحان الله العظيم، وأنا أراقب بعيني وتعجب بقلبي، لا إله إلا الله. ثم سبحان الله العظيم استهلت السحابة وهطل المطر غزير نصف ساعة تقريبا حتى سالت جميع الشعاب هذه، وسال هذا الوادي، سال هذا الوادي، حتى أن نركض ناخذ دلالنا نشيل فراشنا. وعم جيزة رحمة الله عليه ركض ذاك الوقت كان تجاوز 80، ياخذ بندقة اللي عاش فيها سنين طويلة يصيد الصيد في جبال البيضة. سبحان الله العظيم، فهذا الوادي كان مليء في الماء من أوله إلى آخره. سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، آية من آية الله سبحانه وتعالى، ما بين الاستغاثة وهطول المطر أقل من ساعة، لا إله إلا الله. عبد الله هذا عمي عبد العزيز رحمة الله عليه وأخوي عبد الرحمن جو الساعة 10 من المدينة بعد ما أبلغوا أهلنا وجابوا لنا ماء وفراش، وقلنا لهم كيف الأمطار عندكم؟ قالوا ما حصلنا أمطار، حر شديد يشوى الطير. كان في شعبان عز الصيف في ذاك الوقت، قلنا ما شاء الله حنا جانا مطر وجانا سيل، ما سبحان الله صدقوا حتى شافوا الماء يتل من الوادي. كانت السحابة مفصلة تقريبا 500 متر على حول الموقع. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغاثة واستجابة عاجلة. لا نزكي على الله أحد، من كان معنا نحسبهم إن شاء الله من الصالحين، عرفوا واشتهروا بالطاعة والعمل الصالح. ولا نزكي على الله أحد، عمي عبد العزيز بن زبر رحمة الله عليه اللي أمنا اشتهر منذ صغر حتى توفاه الله سبحانه وتعالى وقد تجاوز 80 قبل 10 سنوات تقريبا، من أهل الصلاح والطاعة والبر والصلة، مشهور عند أقاربه وعند من يعرفه. والدي رحمة الله عليه وأسكن فسيح جناته كان همه الصلاة، فكان لا يسأل عنا في موضوع الدراسة أو موضوع إنجاز أعمال، كان أهم شيء يسأله عنه هل صلينا وهل صلينا في المسجد أو لا. كرامة من كرامة الله سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه السلام عندما حاج قومه قال كما ورد في القرآن الكريم وهم يعبدون الأصنام هل يسمعونكم إذ تدعون. من أعظم الكرامات للمؤمنين استجابة الله سبحانه وتعالى، والله يستجيب لكل أحد يدعوه بإخلاص، فإن الله سبحانه وتعالى قال ادعوني أستجب لكم هل يسمعونكم إذ تدعون. هذه الأحجار لو مكثت آلاف السنين تدعوها هل تستجيب لك؟ وهذا البشر مهما كان من منصب لو دعيته أن ينزل المطر 1000 سنة فهل يستطيع أن ينزل المطر؟ لا والله، إنما ينزل مطر الله سبحانه وتعالى الذي أراد، إذا أراد أن يقول شيئا يقول له كن فيكون. عبرة أحببت أن أوثقها في مكانها لأبنائي وأبناء المسلمين وأخواني وكل من يراها ليتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، وأن دأب ولاة أمر المسلمين وأفراد المسلمين في الاستغاثة ودعاء الله سبحانه وتعالى إنزال المطر منذ تاريخ الأمة الإسلامية، وما زال هي سنة توارثها المسلمون عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يستجيب لهم ويغيثهم في المطر. فإن قصة استغاثة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر قصة موثقة في الحديث النبوي الشريف، فقد دخل أحد الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يوم الجمعة فقال إن هلكت الدواب وهلكنا من احتباس الأمطار في معنى الحديث، فادعوا الله سبحانه وتعالى
أن يغيثنا. فرفع الرسول صلى الله عليه وسلم يديه وهو على المنبر ودعا الله سبحانه وتعالى أن يغيث المسلمين. فخرجت سحابة مثل الترس خلف جبل سلع فانتشرت، فما خرج الصحابة من المسجد إلا والمطر يهطل بغزارة على جميع المدينة المنورة. واستمر أسبوع، ثم دخل الصحابي نفسه أو غيره من نفس الباب والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وتضررت المنازل، هي معناه فادعوا الله سبحانه وتعالى أن يوقف المطر. فرفع الرسول صلى الله عليه وسلم يديه وكان يشير إلى السحاب فينفرج باتجاه يديه عن المدينة حتى أصحت وظهرت الشمس وتوقف المطر. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. آيات تتكرر، نراها بأعيننا أو نسمعها، تزيد عندنا اليقين وتجعلنا نتعلق بالله وحده لا شريك له ولا نتعلق بأحد غيره. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفع في توثيق هذه القصة من سمعها، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.